بسم الله، دلوقتي هنجرب بعض الأوامر في برنامج البلندر. أولا هلغي الشكل دوت، أقول له ديليت، أقول له يس، أقول له أنا عايز كرييت سلندر، عمل لي سلندر هي. طيب أنا عايز أبدأ الجزء اللي فوق ده أصغره وأخلي الجزء اللي تحت زي ما هو، أقول له إيديت مود عشان أبدأ أدخل أعدل فيه. من فيو هقول له تجل كورد فيو، اقسمهم لي لكذا حتة عشان أبدأ أتحكم فيهم وأبقى شايف من الرايت ومن الفرونت ومن التوب. دلوقتي هاجي في التولز، أنا عايز أبدأ أستخدم أوامر تعديل، فهقول له أنا عايز لوب كات أند سلايد. ده معناه إيه؟ إن أنا هبدأ أقطع في قلب الشكل نفسه. ممكن لو حركت السكرول بتاع الماوس يبدأ يقسمهم لكذا حتة، كل حركة بيزود تقطيعة، وليكن مثلا بالشكل دوت. دلوقتي بعد ما عملت بيقول لي عايز تحط التقطيعات فين، فبقول له ماشي خليهم لي هنا. تمام، دلوقتي عايز أبدأ أعمل سيلكت على أجزاء معينة، فدوست إيه عشان أعمل دي سيلكت وأشوف هل أنا عايز أختار من الحواف ولا عايز أختار من الفيس. خلينا في الحواف دلوقتي، وأدوس على البي أو من سيلكت بوردر سيلكت حد الأجزاء ديت. تمام، وهقول له سكيل حرف الاس عشان ابدا اعمل سكيل. طيب انا دلوقتي لما جيت عملت سكيل بدا يحرك الاجزاء القدامانيه وما يحركش الاجزاء اللي ورا. تمام، فهدوس سكيب وهقول له زد. زد ده يعني ايه؟ يعني خليها لي واير فريم، او ممكن اجي من هنا اقول له واير فريم وابدا اعمل سيلكت تاني حرف البي واعمل سيلكت الاجزاء ديت واقول له اس، فلي ان انا اتحكم في شكل الزجاجة. نخليها مثلا بالشكل دوت، وممكن نحدد برضو اي شيء تاني، اقول له مثلا ايه عشان نعمل ان سيلكت واقول له بي، وحدد مثلا الاجزاء ديت واقول له برضو اس، وراح مصغرها شيئا ما. بعد كده اقول له الت كنترول كيو وهلغي الايديت مود، فتبقى معايا زجاجة بسيطة بالشكل دوت. طبعا شكلها مش اللي هو، بس هي مجرد بس مثال على بعض الأوامر اللي موجودة في البلندر، واعتبروها زي الدواء واشربوها، يعني مش لازم زيت مية.